السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله احنا في حديقة جامعة الدول العربية كما تشوفوا. يعني اوقات الافتتاح ما شاء الله. يعني دخلنا شو ما شاء الله على منظر. تقريبا هادي من اجمل البلايص اللي كاينين في كازا. يعني تقريبا كاينين واحد ثلاثه بحال ما هادو. اخر وحده هي اللي كانت فتحات في يعني في سيدي مومن. يعني كاينه حديقه جامع الدول العربيه، كاينه انفا بارك، وكاينه حديقه الهضاب. هادو تقريبا هما احسن يعني بلايص اللي بغيتي تزورهم في كازا، اللي فيهم واحد الطبيعة واعرة وفيهم ألعاب. راه الناس كبار و تيلعبو كاع تقريبا، يعني الألعاب ديال الناس كبار ماشي أطفال. يعني ماشي أطفال فقط. ماشي تشوفو ليا هنايا مديرين ليهم الباسكيت و بلاصة الكورة. بلالي الدراري تكونوا خارجين من المدرسة، الا كانت عندهم شي ساعة خاوي تيجيو يلعبوا ولا يجيو يبركوني. هما الصراحة معلين فيها بزاف، يعني الناس راه تيجيو يترينو فيها، راه فيها واحد المساحة كبيرة ما شاء الله ما شاء الله. هنا صراحة هاد النافورات اللي داو زوينين، يعني تمثلو ان راه معروفين هنا لابيلانس حيت قرابين شوية لحي المستشفيات. راه ديما تسمعو لابيلانسات تيدوزو من هنا. الله يشافي كل مريض يا ربي. صراحة هنا طبيعة زوينة، يعني الناس راه أكثرية الناس في كازا ما عارفينش هاد البلاصة. يعني تيقدرو يكونو يسمعو بها في الفيديوهات. كننصحكم تجيو، راه هي ياسمينة قديما. فاش كانت ياسمينة غير ياسمينة كانت غير عبارة عن يعني بارك ديال الألعاب. أنا تيجيو لي الناس من جميع الفئات العمرية، اللي تيجي تريني كاين اللي تيجي. هاد السقاية راه كانت شي سقاية هنا في عاد يعني بحال دايرة واد السقاية هنا، يعني معروف على المغرب معروف على هاد السقايات. كاينين زعما في التراث ديالنا و تطلعهم بزاف في مراكش وفي الديور كاع بحال الرياضات ولا هداك تتلقى هاد السقايات زعما. هما دارو هنا حيت واقيلا كانت شي سقاية في الستينات ولا، يعني تنقلب ليكم على هذيك زعما الا كانت شي سقايه هنايا ونكتب لكم في الديسكريبسيون ان شاء الله. يعني تقريبا اكثر من 60 هما كاتبين في هذيك، حتى هذيك البلاكه بحال اللي بدات تتمحى شويه كاتبين تقريبا شي 1930 شو ما شاء الله. وحديقة الدول العربية جامعة الدول العربية راه تيجيب لها التراموي، يعني تجي في التراموي اللي غادي لساس فتنزل في البلاكة ديال المحطة ديال الحسن الثاني، وتدخل مع واحد الزنقة تما تلقى الباب ديالو اللي جيت منو أنا نيت، هو الباب الفوقاني. ولا تجي ساحة محمد الخامس وتدخل إما مع شارع الرشاد ولا تطلع لشارع مولاي يوسف، راه كاينين بيبان حيت هي راه فيها جوج اقسام. دابا ها هو شارع مولاي يوسف وكاين واحد القسم من يعني تقطع الشانطي وتعاود تدخل الحديقة، نفس هاد الحديقة ولكن غير قاطعة الشانطي، يعني مقسومة على جوج. والتراموي الجديد اللي غادي يجي من التشارك، يعني من ماشي من التشارك، اللي غيجي من الاخر ديال الحي الصناعي ولا يحط حدا يعني. يعني هذا هو التيرمينيز ديالو غادي يكون قدامه،
يدوز عليها حي مولاي رشيد. يعني هذوك الناس ديال حي مولاي رشيد غيوليو ولا بغاو يجيو هنا ما كاينش مشكل، يجيو ديريكت يعني يشدوا الترامواي يحطهم هنا تيرمينيز ديالو نيت قدام البير. شوف السنتر فينا هو هنا مازال تنضربوا جوله هنا. هنا الصراحه الدنيا زوينه وكاينين الاشجار وكاين حتى فين طريه وكاينين لها واحد يعني ديال التزحلق ماشي ديال الدراري الصغار ديال الناس كبار زعما يعني اي واحد يقدر يلعب فيهم ماشي بالضروره صغار السن. هما مديرين الالعاب بصفه عامه حيت كاينين بعد لي بارك تيديروا شي حاجه مخصصه للاطفال بحال دابا انفا بارك لا مديرين واحد الالعاب مخصصين غير للاطفال ومديرين واحد الالعاب مختصين للاطفال ولكن شويه اللي السن ديالهم يعني كبير شويه 9 سنين 12 عام. ما هنا لا هنا مديرين حتى العاب بالنسبه اي واحد يجي كما كان السن ديالو يقدر يلعب. هنا كما قلت لكم هذا راه هو الباب الترامواي تيرمينيز ديالو راه كاين هنا ولكن هذا الخط الجديد. هنا هذاك الشيء راه مهلين فيه يعني شي رازي وهذا الشيء. شوف هنا على منظر ما شاء الله ما شاء الله درنا لكم اللور درنا لكم زوم اوت شوفوا ما شاء الله. انا كما قلت لكم راه الباب وتقطع الشانطيلي تلقى فين كاين خل الاخر يعني راه كاينه بلاصه اخرى بحال هي. حنا نحاولوا نمشيو للالعاب وكاين عاوتاني حتى واحد بلاصه ديال لونطريم يعني جميع المعدات ديال لونطريم تقريبا هذه نقدر نقول لكم هي الاولى في كازا من ناحيه المعدات ديال الرياضه و يعني هي بحال تقول جرده شبابيه فهمتي يعني انفا بارك مختلف. انفا بارك بحال تقول يعني الناس الدراري الصغار يعني بحال واحد الفئه عمريه صغيره يعني اللي قدروا يجيو ليه بالنسبه للالعاب. اما بالنسبه للجري وهذاك راه اي واحد يقدر يجي. غير هنا كاين واحد الاهتمام بزاف يعني هذوك اللعيبات ديال الرياضه وهذوك لي بار فيكس والتيرانات ديال الكره والتيرانات ديال الباسكيت والالعاب. دابا نوريهم لكم باش تشوفوا الاختلاف مع انفا بارك. شوف هنا ما شاء الله قالها بصح دابا هو يسحب الماء زعما نقي هاد الماء راه ماشي هاد الماء هذا ماشي صالح للشرب وما خصوش الانسان يقيسو زعما يعني ندير ما باش يزينو بيه وصافي. هادي كاينه في الرباط بزاف تقول لك هذاك الماء اللي تيسقاو به تيقول لك هذاك راه غير صالح للشرب يعني راه ديال تيسقاو به وصافي. يعني حتى هنايا واحد السيد زعما بدا يقيس في هذاك الماء يعني الانسان معمر ما يقيس هذا الماء اللي تيكون مديرينه هما بحال ما هكا ماشي يكونش ما صالح للشرب ولا صالح للغسل فهمتي. اما الماء اللي تيكون ديال الغسيل راه تيكون هما مديرين واحد الروبين سبيسيال باش تكون شي يعني الا لقيناه راه نوري لك يعني بلاصه ديال الغسيل راه هذه بلاصه ديال الزينه فهمتي. يعني مزينين بيه ومديرين هاد مديرين بيه هاد مديرين بيه بهذا الشكل هذا انا ما شاء الله. هنا حتى هذا الباب تيتحل وكاين هذاك الباب الانفاس معانا وهنايا راه الترامواي هذا الخط هذا راه كاين هنا منين كاينين هذوك البطوات هذوك هو لافان ديالو. شوف هنا تبارك الله على منظر تيبان زوين هنايا. شد لكم هاد الفيو هادي شوف ما شاء الله شوف ما شاء الله تبارك الله.
يعني الطرف هذا اللي كاين في شارع مولاي يوسف وغادي هنا، راه كاين شارع الزرقطون الا بقينا غاديين هكا، ولكن هو هاد الجرده ما خارجاش الزرقطون، يعني كاين واحد الزنقه اخرى عارف باش كاين الزرقطون. انا نمشيو للبلاصه فين كاينين المعدات ديال الرياضه. شوف نمشي شوف فين داخل. مشي اسرع يا لام، راك تشوف واحد لواحد واحد القاوي دار كاميرا للمشى. ترى منين تيطلق عاد ترى تمشي شي بلايص راه خطأ. والله العظيم انا كما قلت لكم راه دايرين لي بارب فيكس، مديرين بزاف ديال الحوت. شو هذا المنظر هنا، ما شاء الله شجر ما شاء الله. كاين هذاك الغاز اللي بغى يريح فيه، ما شاء الله. هذا صراحة منظر جميل زوين بزاف. انا ماشي يجيو بان لي بنادم تيدير اليوغا وقال الكور هما العزيز عليهم اليوغا، حيت اليوغا تدي تحيد ستريس. هي وكاين من اصعب من الرياضات الصعاب، يعني تتبان لك ساهل بهذوك الحركات، ولكن هذوك الحركات ديالها راه صعاب. انا هادو كما قلت لكم هادو هما هاد المعدات هنا مديرينهم، وليه راه كما تيبان لكم الدراري شي يلعبوا كره. وكاينه بلاصه الباسكيت ها هي، كما تشوفوا كاينه بلاصه الباسكيت، راه تيبان لي الدراري تيلعبوا دابا الباسكيت نيت. انا لي بار فيكس بلاصه ديال الكرش. هادو كما قلت لكم هنايا راه كاين الالعاب، ما شاء الله هادو الالعاب ديال الدراري الصغار. هنا لا تيبداو على حسب الالعاب تيختلفوا على حسب الاعمار، يعني بحال هنا تيبداو العاب ديال الدراري الكبار. يعني انا هما راه شارحين الالعاب، انا الشيء راه تيقول لك من 5 سنين والفوق، هذا راه اكثر من 5 سنين وما يقدرش يلعب فيها. العاب يجب تستعمل تحت اشراف مرافق بعد عن الصين اكسسوارات وغيرها. شركة تقول من 5 سنين ولكن هي صعيبة هاي. ولكن بالنسبه لواحد كبير غيلعب يعني 9 سنين والفوق، يعني انا ما ظنيتش هذا صعيب على واحد عنده 5 سنين. ما شاء الله الشجره هذه قديش ما شاء الله. هنا الكمال ديال الالعاب كما قلت لكم هادو راه هما العاب ديال الدراري الكبار تطلعهم في الدروج، يعني مديرين هما ديال الدراري الصغار كاينين، ولكن كاينين مع اعلى منه. يعني كما تشوف هنا الزحلقه هذه يقدر يتزحلق فيها واحد صغير، كاين مديرين واحد الوحدين ديال زعما يقدر واحد كاع بالغ يقدر يتزحلق فيه، كبار يعني عالين في العلو ديالهم على من هذا. يعني هادو زوينين هادو داروهم، حيت الاخرين عرفتي اللي تيكونوا مصايبين بالعود هادوك معرضين لخسروا، ما هادو يعني مفيكسين مديرين بزاف. هاي حلبة تزحلق انت ما كلشي كاتبين من 5 سنين، لكن بحال هادي 5 سنين يقدر يلعب فيها، ولكن واحد الوحدين كوار صعاب شوي. ولكن تيقول لك دائما تحت اشراف الوالدين ولا شي واحد مرافق. شوفوا هادي يقدر يلعب فيها دري صغير. هنايا باش مزيان دايرين الدروج، يعني بحال الطبقه الاولى يقدر يلعبوا فيها غير الدراري الصغار، لكن كاينه طبقه اخرى هي اللي صعيبه. هنا يقدروا يلعبوا الدراري الصغار عادي، ولكن كاينه الطبقه هذه هي اللي عاليه اللي صعيبه. يعني هادو فيها وحدين صعاب كيما تشوف، هادو صعاب هنايا للدراري الصغار.
صغار، ولكن بالنسبة لواحد كبير عنده واحد 7 سنين 8 سنين يقدر يطلع عليها بلا ما شي هذيك مديرة. ها هو الطراموي هنا لقيناه، دابا راه التجارب هادو تجربوا فيه. هاد الخط هو اللي قلت لكم جاي من مولاي رشيد، يعني من ما شاء الله، يعني جاي من الاخر ديال الحي الصناعي. انا الصراحة منظر مع كي العلو هنا المنظر زوين. ها هو شومان سنتر، احنا غادي نخرجوا ونقطعوا الجهه الاخرى نوريكم ما تبقى من الحديقه ان شاء الله. خليكم معنا. يعني خرجنا من الجرده كما تشوفوا، هذا شارع مولاي يوسف، يعني التيرمينيس ديال احد الخطوط جداد. هذا هو التيرمينيس ديالهم، يعني التيرمينيس ديالهم يعني في البدايه ديال شارع مولاي يوسف. فهمتي بالكم فين واقف الطراموي، هذاك هو التيرمينيس. وهنا كاين الجزء الثاني ديال هاد الحديقة، تشوفو قطعوق، وهذا هو الجزء الثاني، ولكن هذا جزء أصغر كما تيبان ليكم، يعني من شارع مولاي يوسف لشارع الرشادي. هنا هذا الجزء الثاني تاهو بحال الجزء الأول، غير يعني نفس الشكل نفس كل شيء. يعني الشكل نفسه بالنسبة اللي بغى يدخل ليه دي راه يقدر يدخل ليه من شارع الرشادي. يعني تقريبا كاينين 4 البيبان، وما كاينين كتار من 4 البيبان، غير واحد الابواب في الجل ما حاد لينهم شوم. شارع الحسن الثاني راه فينا هو هادي. المساحه ديال اصغر من يعني الطرف الاخر، هذا اصغر من هي ساحه الحمام، راه من هنا تتبان المكانه باش ندوز من بعد ولا الاشجار لا بانت لينا. هي الحمام. ما شاء الله. نحاول نحط لكم بوزيسيو ديالها، اللي ما عرفش اللي ما عرفهاش فين كاينه، ولا اللي بغى يجي زعما من المدينه، حيت كاينين الناس يبغوا يجيو من مدن اخرين وما تيكونوش عارفين كازا، يعني مع هذا تعطي بوزيسيو. راه دابا البوزيسيو ولا ديريكت، يعني كاع الناس خايف منه، راه يجيبك حتى الحديقه ويجيبك حتى لاي بلاصه زعما. الله. هنا كاينين هاد القواس، هادو تنظن ان دوك القواس الاخرين وقيلا ميش كانوا قدام بنا وحدهم هاد الاقواس، الله اعلم، حيت كاينه شي حاجه لي عاوتاني ما مريب واش خلاوها ضمن الحديقه. شي بانوا هاد القواس قدام، يعني ماشي بان لك هذا راه جديد، هذا يعني هذا بناء جديد يعني على قوة. هنا جينا النهايه ديال الفيديو ديالنا، ما تنساوش واحد لايك والله يعاونا، نخلي لكم بوزيسيون في الديسكريبسيون وشي معلومات على هذه الحديقه، الله يعاونكم.